احذروا الغيبة، احذروا الغيبة، احذروا الغيبة، فإنها أكل لحوم الناس. ولقد مثل الله ذلك بأقبح مثال، مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا. فهل تجدون، هل تجدون أقبح وأبشع من شخص يجلس إلى أخيه الميت فيقطع جيفته قطعة قطعة ويأكلها؟ هل تجدون أحدا يمكن أن يطيق ذلك؟ إلا أن الذي يغتاب الناس هو الذي يطيق ذلك. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وقد جاء في الأثر أن الإنسان يعذب، يعذب يوم القيامة فتقدم له جيفة أخيه يكلف أن يأكلها ويقال: كله ميتا كما أكلته حيا. أيها المسلمون، إن أمر الغيبة أمر عظيم وخطر جسيم. إن كلمة تقولها في أخيك تعيبه بها لو مزجت بماء البحر لأثرت به. فاتق الله أيها المسلم. فلقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وإن بعض الناس، إن بعض الناس الذين ابتلوا بالغيبة إذا نصحته قال: أنا لم أقل كذبا، أنا لم أقل إلا ما كان فيه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تحدث عن الغيبة فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. أي جمعت بين البهتان وهو الكذب والغيبة. وأكثر الناس اليوم يقولون في إخوانهم ما لا يعلمون. لو سألته فقلت له: أتشهد عليه بما قلت؟ لقال: لا أشهد. ومن المعلوم أنه سوف يسأل عن ذلك يوم القيامة. أفلا يتقي الله هذا؟ أفلا يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أفلا يعلم أنه يحاسب عن كل كلمة قالها؟ وإنني أسأل هذا الذي ابتلي بغيبة الناس: أترضى أن يقع الناس في عرضك فيغتابونك؟ سيكون جوابه: لا أرضى بذلك أبدا. فيقال له: إذا كنت لا ترضى أن يقع الناس في عرضك فلماذا تقع في أعراض الناس؟ أما تخشى أن يفضحك الله بالدنيا قبل فضيحة الآخرة؟ أيها المسلمون، إن غيبة إخوانكم لهي إهداء أعمالكم الصالحة إليهم، فإنهم إذا لم ينتصروا في الدنيا أو يحللوكم أخذوا يوم القيامة من أعمالكم الصالحة. فإن فنيت أعمالكم الصالحة أخذ من أعمالهم السيئة فطرحت عليكم ثم طرحتم في النار. فاتقوا الله أيها المسلمون، واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب الآخرين. وإذا كنتم صادقين في إخلاصكم ونصحكم فأصلحوا عيوب إخوانكم ولا تشيعوها ولا تشهروا بهم. إذا رأيت من أخيك ما يقدح فيه فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه لتكون من الناصحين لا من الفاضحين.